يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والأجهة البحرية والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بينهم بدرجات الحرارة متوقعة غدا الأربعاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 28-19، الإسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 26-20، والإسماعيلية 28-18، إلى السويس 29-19، العريش 26-20، طابة 27-18، وشرم الشيخ 31-22، والغردقة 30-22، إلى الأقصر 32-21، أسوان 32-21، الوادي الجديد 31-17، حلايب 29-24، شلاتين 30-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.